شدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال زيارته الأولى للعاصمة الليبية طرابلس على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة. من جانبه أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد لدبيبة عن توقيع اتفاقية متعددة البنود مع تونس لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين. رئيس الحكومة التونسية في طرابلس يطغى على الزيارة طابعها الاقتصادي، بدا ذلك من خلال أعضاء الوفد المعنيين بالجانب الاقتصادي إضافة إلى وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي. وتهدف الزيارة إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين وتوقيع أخرى ومساعدة تونس في مواجهة ظروفها الحالية. لن نترك تونس وحيدة تواجه الظروف الاقتصادية التي أنتجتها جائحة كورونا وما خلفته الظروف السياسية والأمنية في المنطقة من تأثير عليها، بل سنقوم بعون الله بكل الخطوات الضرورية لمساعدة أشقائنا في تونس. تسهيل حركة العبور والتبادل التجاري وتحديث المنظومة الأمنية وبحث سبل تطوير الاستثمار بنود مطروحة على طاولة الاجتماع. تونس تعرف مناخ استثماري مشجع، تونس ترحب بكافة المستثمرين، لكن المستثمر الليبي وإلا المواطن الليبي بطبيعة الحال هو عنده مكانة خاصة. الزيارة تزامنت مع عودة الخطوط الجوية التونسية للعمل من المطارات الليبية كأول ناقلة جوية تعيد فتح خطها الجوي والتجاري في ليبيا. وتطرقت الزيارة أيضا إلى ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية في المستشفيات الخاصة التونسية، إضافة إلى الاهتمام بمعاونة تونس لتجاوز مطباتها الاقتصادية. ضرورة معاونة تونس في الأزمة الاقتصادية سواء بقرض أو ب وديعة أو بأي طريقة، اللي احنا يلزمنا نتعاون مع أخوتنا في تونس لحل الأزمة في تونس. الزيارة المتواصلة ليومين ستبحث أيضا تطوير مجالات النقل البري والبحري وتسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا، كما سيشارك خلالها المشيشي في افتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري. زيارة مهمة لرئيس الحكومة التونسية بصحبة مسؤولين اقتصاديين، يقول مراقبون أنها جاءت متأخرة لأسباب داخلية في كلا البلدين وإقليمية، بينما يتساءل آخرون عن حاجة كل من البلدين للآخر وقدرة كل منهما على دعم اقتصاد جاره. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس. والآن عودة إلى